السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء، يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين، كل يوم عندنا فيديو جديد، واليوم عندنا قصتين، فخليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة الرعب هيرولكس. مثل ما قلنا لكم بالبداية، عندنا قصتين. القصة الأولى من الجزائر. بيقول صاحب القصة: معظم الأحياء القديمة بمنطقتي ما عادت قديمة، لأنه تم هدم المباني القديمة وإجا مكانها مباني ثانية عصرية على الطريقة الحديثة. والمنطقة اللي بتسكن فيها عمتي وبالشارع اللي ورا منزلها، وتحديدا من 3 سنين تم بيع واحد من البيوت الجانبية هناك، وتم هدمه وبناء تم بناء واحد ثاني مكانه بتصميم عصري مكون من 3 طوابق. الأول كان أرضي زمان ومغطى بالقرميد لحوالي 50 سنة، ولما انتهى المالك الجديد من البناء وإجا بده ينتقل عليه، بدأت بعض الأمور الغريبة بالحدوث. كان البيت شديد البرودة بطريقة غير طبيعية، رغم أنه فصل كان صيف وتحديدا شهر 7. بعدين صاحب البيت بعد يعني ما نقل إلا بعض من الأثاث للبيت، هاتفوا الجيران أنه أثاثه برا البيت، بس هو عنده روح التحدي وأخذ زوجته وأطفاله وانتقلوا لهالبيت الجديد. وهون كانت المفاجأة، كل شيء كان طبيعي، كل شيء كان يمر يعني بطريقته، بس الدراما بدأت بعد المغرب. صارت تسمع حركة عجيبة بالطوابق العليا الفارغة، لأنه صاحب البيت سكن بالطابق الأول بس. أرجل بتمشي، أواني بتسقط، همهمات غير مفهومة، صراخ أطفال خافت، وغيرها وغيراتها. هون زوجة الرجل خافت، إلا أنه زوجها طمنها وقال لها أنه المنطقة قديمة وقدامهم مقبرة، مشان هيك الأمراض. لكن الغريب أنهم ثاني يوم الصبح لقوا بعض من أغراضهم برا، كراسي، أواني، طاولات وهيك شغلات. هون الزوجة بالفعل خافت ورفضت انها تظل، وقالت انه هالبيت هذا مسكون، بس هو قال انه البيت جديد وما صار فيه اشي حتى يحصل فيها الامور هاي يعني. هون هالزوجة هاي اخذت اولادها وراحت لبيت اهلها، فاقترح اخوها انه يبات بالبيت مع زوجها لعله انه يفهم شو اللي عم بيصير. وأخوها كان على قدر من التدين والاطلاع على كتاب الله عز وجل. وبعد المغرب حصل اللي حصل، بس هالمرة أشد شوي. فطلعوا لفوق وفتحوا الباب، ما لقوا شيء غير تغيير طفيف برائحة الطابق ولون الدهان المائل للون الأصفر، رغم أنه المالك أو صاحب هالبيت دهنوا باللون الأبيض الناصع. أما الرائحة فكانت بخور، فسكروا الباب وراحوا لعند واحد من المشايخ. ولما اجى الشيخ وعاين البيت أكد أنه مسكون، واقترح الرقية لمعرفة السبب وشو الحل. وبعد ما جابوا شيخ ثاني ونفذ الرقية، بدأ المنزل بحركة وكأنه زلزال عم يحصل، وريحة البخور عم تتصاعد أكثر، وصوت الحركة عم يعلو.
حتى أغمي على مالك البيت. فحملوه وطلعوا، ولما صحي صحي مع صلاة الفجر بالضبط. فقال لهم إنه رشاف منامه شاب طويل وضخم، وخبروا إنه ما يرجع للبيت وإلا راح يتأذى، لأنهم هم مال اللي بملكوا الأرض من زمان، وأزعجهم بآلاته وأفسد ممتلكاتهم لما هدم البيت ورجع بناه. الجن هون اكتفوا بطرده بدون أذيته أو إنهم يأذوا أحد وحدا من أسرته. فقالوا له المشايخ إنهم جن مستوطنين ولا بد إنه يأخذ تحذيرهم بعين الاعتبار، وإنه ما يرجع للبيت إلا بعد مدة عشان يشوف يا هل ترى في تغييرات صارت. سكر البيت بأثاثه من هذاك اليوم وما رجع له من هذاك اليوم. كل هاللي صار زي المتابعين بقول صاحب القصة صار على مرأة من الناس والجيران، حتى انه الجيران اللي لصق فيهم انتقلوا من بيتهم بسبب الخوف، الا انه البيت بيخيم عليه السكون والهدوء وما بيوحي انه في شيء غريب او اي حتى لو خوف. هل ترى السؤال اللي بيطرح نفسه زي المتابعين، يعني ممكن للجن انهم يستوطنوا قطعة ارض بدون غيرها هي واحدة بالتحديد، وانهم يعطوا تحذيرات قبل ما يؤذوا شخص معين، ام انه هذا كله يكون وهم من صاحب البيت من خوفه وصدمته بهالامور؟ السؤال له جواب. نعم احنا قلنا انه في عمار للبيت من زمان، قلنا انه في عمار وفي جن بيسكنوا يا اما قبلنا يا اما معنا يا اما بعدنا. فالجن مثل ما انت بتسكن ما بدك حدا يحتل بيتك، فالجن كذلك الامر. فدائما لازم نلقي نفسنا ونحصن نفسنا بالقرآن الكريم والاذكار اللي نصت عليها السنة والشريعة. أما القصة الثانية أعزائي المتابعين فهي من تونس، بقول صاحبها كنت طفل مؤمن بالجن والحكايات وكل شيء بخوف، وما بتحمل إني أظل وحيد بالبيت أو حتى إني أنظر ناحية الظلام، واللي زاد من خوفي حكايات جدتي المرعبة اللي على طول، رغم إني كنت من عائلة متفتحة. فأبوي وأخوي الكبير لما بيسمعوا الحكايات بيقعدوا يسخروا منها ويستهزوا، ودائما بيحاولوا إقناعي بعدم وجود الجن. بس أنا يعني بعدني على حافة الشك، كنت بعيش بحي جميل ومنازله كبيرة وفخمة، وكنت دائما بلعب مع أبناء جيراني، إلا أنه في شيء واحد كان يخوفنا مو بس إحنا بس حتى الكبار وأبناء الأحياء المجاورة. كان في بيت قديم بالحارة تبعتنا مهجور من سنوات، يقال إنه كان ساكن فيه شيخ لطيف ووقور وبيحبه الكل، بس توفى بظروف غامضة ومريبة. البعض بيقول إنه توفى بنوبة قلبية، والبعض الآخر بيؤكد إنه قتل والقاتل مجهول. أما الإشاعة لأكثر رواج فهي أنه انتحر شنق نفسه بسبب خلاف مع أبنائه اللي كان بدهم أن يطلعوه من البيت، وطلبوا بيع جميع ممتلكاته عشان يستفيدوا منها. وقيل أنهم بعد وفاته إجوا وأخذوا جثمانه وحطموا بيته من جوا وخربوا أثاثه ومحتوياته وبعدين اختفوا. وقيل كمان إنه شبح الشيخ بيظهر دائما وبيركض مرات البيت، وبتسمع أصوات غريبة دائما بعد منتصف الليل، وأحيانا بتجول بالحي وبيسمع الجيران طرق على جدرانهم وأصوات غريبة من كافة أنحاء بيوتهم. هذا يعني شيء من اللي يقيل،
وأني بقول ما كنت أصدق كلها. بقول بتبدأ مغامرتي وبتبدأ قصتي. بقول بيوم السبت كان آخر يوم دراسي قبل عطلة الربيع، ولما كنت راجع من المدرسة الساعة 6 بالليل وأني فرحان لأنه العطلة جاية، مريت بجنب شجرة الرمان اللي دائما تعودت أني أقطف إحدى الثمرات منها، وما كان يخوفني أنه هاي يعني الشجرة كانت بجنب باب منزل كلنا بنخاف منه. المهم كنت دائما بتشجع وبحاول نسيان هالشياء وإقناع نفسي إنها مجرد خرافة. رحت ومديت إيدي بكل شجاعة وكنت بدي أقطف هالرمانة. هون سمعت صوت. شو هالصوت؟ الصوت جاي من ورا الشجرة، صوت أنين وحفيف، أوراق عم يقوى. فمديت راسي عشان أشوف شو في ورا الشجرة، بس الغريب إني ما لقيت إشي. فالتفتت مرة ثانية ورجع الصوت مرة ثانية، فقفزت بسرعة وأني أركض وأصيح أصرخ. ولما ابتعدت شوي التفتت ناحية هالبيت هذا بحركة عفوية، ويا ريتني ما التفتت. يا لطيف شو شفت، ما راح تصدقوا. بقول أعزائي المتابعين، شفت شخص عم يطل من نافذة البيت المهجور، وكان عجوز كبير بالسن، عيونه متسعة وبيحدق بشكل غريب وبيبتسم ابتسامة خبيثة جدا. وإلكم إنكم تتخيلوا أكيد عرفتوا هو العجوز، أو على حد تعبير صاحب القصة الضحية الغامضة. صاحب القصة بقول مش مصدق اللي عم بشوفه بعيوني، تجمدت عيوني دموعي بعيوني وظليت أنظر وأني فاتح ثمي وأني مرعوب. كان مخيف وخبيث بنفس الوقت، وبدت عليه ملامح التهديد والجدية، وصار يتمتم بعبارات غير مفهومة واختفى بلمح البصر. بقول ركضت ناحية بيتي بسرعة كبيرة وأني أقول بنفسي هو الرجل نفسه، صورته كانت عند جارنا وهو صديق له، هو نفسه العجوز اللي كان بالصورة واللي قالوا عنه أنه انقتل بالبيت. بس قال سألت بيه صاحب القصة، أنا ما رابح ما أخبر حدا لأنهم راح يستهزئوا بي وقولوا لي أنت جبان. بقول بالليل كنت بتخيل بجنبي وأرجو أنه يكون خيال والله أعلم، وخبر صديقي فاتضح أنه كمان هو شافه قبل مرة. وحاولنا مرة من المرات أننا نستجمع شجاعتنا ونفوت على البيت المهجور، فقبل ما نفوت سمعنا صوت بيصيح وبيصرخ علينا وبيقول اطلعوا لبرا. ومن يومها ما عاد شفت هالرجل ها، وأصلا إحنا انتقلنا من الحارة كلها، وما بعرف شو اللي صار بعديها. ظل يظهر هالجن ها أو هالقرين تبع الرجل العجوز، ولا اختفى لأنه انتقلت مثل ما قلت لكم أعزائي المتابعين. بقول صاحب القصة انتقلت من الحي هذا وما عاد عرفت شو صار بعديها. أعزائي المتابعين لهون انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون حاز على إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، سلام عليكم.